أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، هل يفهم منه أن المقدر على الإنسان إذا دعا فإنه يرد عنه؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، لأنه عمل الإنسان وأعمال الإنسان مقدرة، ومنها الدعاء. فالله قدر أنه يدعو وأن الله ينفعه بالدعاء ويمنع عنه المكروه. نعم.